أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ جو ہے یہ پورے مقام بیات میں پڑھا، بالکل بیات اصلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیعت قرار ہے بالکل. اب ہر لہجے میں جو ہے نا وہ تین اسٹیپ ہوتا ہے، اس میں بیعت جیسے قرار ہے، اس کے بعد جواب ہے، اس کے بعد جواب الجواب ہے، لیکن اس چکر میں ابھی نہ پڑھو، آپ صرف بیعت اصلی جو بالکل قرار ہے اسی کو سیکھ لو، بعد میں سیکھتے رہنا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں جو پڑھوں گا یہ رسط ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سنو غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ये जो हमने पढ़ा ये मकाम रसद था, ठीक है, इसमें आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची हो गई, बहरहाल इसको कंट्रोल में रख के आप मश्क कीजिए, ये मकाम रस्त है, ठीक है।